بتعلن إسرائيل إن هي دخلت في المرحلة الثالثة من العملية العسكرية على غزة، بيقولوا إن احنا خلاص هنغزو، دخل على مخيم جباليا وصفوا 400 مدني، 400 واحد النهاردة ارتقى شهيد، 400 إنسان، 400 إنسان يا جماعة. احنا شفنا اللي كان بيبكي على قط أو قطة أو كلب أو بيبكي على حيوان، النهاردة عندي 400 إنسان، 400 واحد وواحدة وطفل قاعدين في مخيم، ناس ساكنة في مخيم، قاعدين في خيمة، ما عندهمش سقف، ما عندهمش بيت، قاعدين في مخيم، تخش عليهم القوات الإسرائيلية تقتل وتصرع وتدمر وتقتل الأطفال وتقتل النساء. 400 ضحية النهاردة، 400 إنسان. لما يجي 400 إنسان، لما تيجي أمريكا بيموت عندهم واحد أو اتنين بيعملوا جنازة، لما الدول الأوروبية بيموت لهم واحد بيعملوا مصيبة ومحزنة وبكائية ومرسية، النهاردة بس عندي 400 إنسان، 400 روح زهقت النهاردة أو أزهقت النهاردة، 400 روح. إنسانية العالم متوقفة، إنسانية العالم خلاص دخلت في مرحلة التوهان. بقول إنه أنت قاعد عمالين ننقل الأخبار، للأسف الشديد أهو يا جماعة الصورة دي مجزرة، دي مجزرة، دي مجزرة قدام حضراتكم، دي الجثث يا جماعة، دي الجثث يا جماعة، أهي شايفين؟ كل واحد من دول كان عنده حلم، كل واحد من دول كان عنده عيلة، كل واحد من دول كان عنده ولاد، كل واحد من دول تخيل ده أب ساب وراه عيال وولاد وبنات، تخيل هنا في طفل ولا أطفال ولا عيلة كاملة دخلت عليهم دبابة إسرائيلية، قنبلة إسرائيلية، خلاص الأغاني اللي كنا بنسمعها زمان لما تروح الدار كل اللي في الدار مات، كل اللي في الدار راح، كل اللي في البلد راح، لما تخش تلاقي أب يرجع يلاقي مراته وعياله كلهم ماتوا، كلهم ارتقوا، لما ترجع أم تلاقي ولادها أطفالها متكومين، لما يرجع طفل بيلعب بره ولا هربان بره ولا قاعد مع زمايله بره ولا بيعمل أي حاجة بره ويرجع يلاقي أمه وأبوه وأخواته متكومين، أي شعور، أي مشاعر ممكن أن تعبر، أي كلمات يمكن أن تعبر عن هذه الكارثة وهذه المصيبة. كل المصائب كنا بنتابع المصائب والكوارث وإحنا بقلوب ربما جامدة وبيصعب علينا شوية، لكن اللي بيحصل في فلسطين فاق كل التصورات، فاق كل الأزمات، فاق كل ما كنا نسمع عنه في الحرب العالمية. لهذه الدرجة الإنسان بينتقم من أخيه الإنسان؟ لهذه الدرجة الإنسان بلا قلب؟ لهذه الدرجة هؤلاء الذين ألقوا بقنابلهم على مخيم، مش عمارة، مش قصر، قاعدين في خيمة وكمان مستكترين عليهم الخيمة. قدام حضراتكم شايفين الجثث، شايفين الناس، شايفين الصورة، شايفين القنبلة عملت ايه، شايفين مجزرة جباليا 31 اكتوبر 23، زي مذبحة قانا اللي كانت في لبنان، زي مذبحة بحر البقر اللي كانت في مصر، زي مذبحة دير ياسين، زي مذبحة صبرا، زي مذبحة شتيلة. فتاريخنا كله كربلاء، تاريخنا كله كربلاء، كل يوم دم، والدم للأسف عربي، كل يوم قتل وللأسف عربي، الضحية عربي، القتيل عربي، المظلوم عربي، الدموع كلها عربية، تجمدت الدموع في مآقينا.
تجمدت الدموع في مآقينا. هذه الصورة ستكون شاهدة يوم القيامة علينا جميعا. هذه الصورة ستكون شاهدة للجميع. اللي حصل في جباليا مجزرة لا تقل بشاعة عما جرى في المستشفى المعمداني. لا تقل ندالة ولا تقل خسة ولا تقل تجبر ولا تقل ظلم عما جرى. لكن العالم بينظر ويتابع ويشجب ويندد، والجميع في حالة عجز، عجز عن مواجهة هذا الكفر الإسرائيلي، هذا الصلف الإسرائيلي، هذه الدناءة الإسرائيلية. قوم إسرائيل أو بني إسرائيل أو اليهود يعني لهم في التاريخ ما فعلوه، ولهم في التاريخ ما يستحقوه. وبقول إنه إسرائيل هتدفع الثمن غالي، واللي بيدعم إسرائيل هيدفع الثمن غالي. الصورة دي اللي قدام حضراتكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيها كم طفل؟ فاكرين الولد الفلسطيني اللي الست بتسأله بتقول له عايز تبقى ايه لما تكبر؟ قال لهم ايه فاكرين حضراتكم؟ قال لهم احنا ما بنكبرش. قال لهم احنا ما بنكبرش، احنا بنموت. احنا ما بنكبرش، احنا بنموت. اهو هي دي الصورة. شايف الولد الشاب، شايف حد ابوه اخته امه مراته، اهو شايفين صورة. لازم نقرأ الصورة بقلوبنا ونشوف. طب وبعدين ماذا بعد الدموع؟ وماذا بعد الشجب؟ وماذا بعد هذا الهيجان؟ ايه اللي هيحصل؟ تاني بقول بمنتهى القوة، اسرائيل لن تحترم الا القوة. تاني، اسرائيل والغرب لن يحترموا الا القوي، لن يستمعوا الى صوت الانسانية، لن يتأثروا بهذه المشاهد، بل ربما يتلذذوا بهذه المشاهد. اسرائيلي بيعشق الدم، جبان لكنه يعشق القتل، خواف لكنه يعشق هذه الصور وهذه الجثث، بيشعر بالانتشاء. لن يفل الحديد إلا الحديد، والعين بالعين، العين بالعين، والسن بالسن، والأمور كلها قصاص قدامنا. من ينتقم لهؤلاء؟ من ينتقم لهؤلاء؟ من ينتقم لهؤلاء؟